السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم راح نقدم باذنجان، تكتوكة باذنجان بالبيض والجبن. ندوزو مباشرة للمقادير. عندي هنا باذنجان 3 حبات، نقيتهم وقليتهم هكا مربعات صغار، لازم يكون هكا صغير. عندي حبة طماطيش مسكرفجة، عندي 5 سنينات ثوم كبار مسكرفجين، عندي 3 حبات بيض وفرماج باش نرابيه من الفوق. عندي توابل طماطيش مصبرة، الملح، فلفل عكري، فلفل كحل، كركم وزيت. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله، ندير هكا 3 مغارف تاع الزيت، ما نديرش بزاف خاطرش الباذنجان ديجا راهو مقلي. ندير سنينة هذوك تاع الثوم، نقليه غير شوية برك. ندير عليه الطوماطيش تاع الحبة، ندير عليها الملح هكا شويه برك، الفلفل الكحل، كي تقلالي مليح الثوم والطوماطيش نزيد ندير شوية فلفل حمار، شوية كركم هكا على راس المغرف، نص مغرف هكا، نص مغرف طوماطيش مصبرة، نمرق بنص كاس تاع الماء هكذا يكفي. دوك نخليها تغلى هكا واحد 5 دقائق، نعاود نولي لكم باش نديرو الباذنجان والبيض. دوك ندير الباذنجان اللي قلت قليتو في الزيت هكا قطع صغيرة، نجوزو للبيض، نديرلو شوية برك هكا فلفل كحل، قرصة تاع الملح،
ندير البيض هكا من فوق، نزيد له الجبن المبشور من هكا، هكا نغطي عليه ونخليه هكاك واحد الخمس دقايق يطيب، نعاود نولي لكم ان شاء الله. هاي ليك التكتوكه تاعي بعد ما طابت كما راكم تشوفوا في طبق التقديم. دوك نقسم لكم تشوفوا كيفاش تجي، يعني تكتوكة باذنجان ما شاء الله. نعملك هاي كيفاش تجي بالفورماج والبيض، يعني ذوق رائع. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. ما تنسوش ولا عجبتكم الوصفه هذه تاع باذنجان بالبيض والفورماج، ديروا لي جيم لا فيديو وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي ان شاء الله. والى الملتقى مع فيديو اخر.